أمام المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن تجمع هؤلاء العمال الذين توقفوا عن العمل قصرا عقب إغلاق دوائر حكومية فيدرالية أمريكية بسبب أزمة الميزانية. العمال أعربوا عن قلقهم حول ما ينتظرهم في المستقبل، كهذا الرجل الذي يقول: لدي ولدان في الجامعة على وشك التخرج، سوف تواجهون ضائقة مالية كبيرة، لقد دفعت للتو تكاليف الفصل الدراسي، ولكن إذا استمر هذا الوضع لشهرين أو 3 أشهر أخرى فلن يستطيع حضور الفصل الدراسي المقبل، سوف أضطر إلى تعطيلهم عن الدراسة. وتقول أخرى: ليس سهلا، لدي العديد من المهارات الأخرى كبائعة أو نادلة في مطعم، ولكن هل سأعمل بهذه المهن وأنا بهذا السن؟ لا أعتقد ذلك، إنه أمر مقلق للغاية عندما لا تعلم متى ستعود الأمور إلى طبيعتها.